منها وحزين عليها ان انا اللي مربيهم. عبر الكاميرا معاكي، شوفي انت عايزه تقولي ايه. انا نفسي عيالي يتربوا مع بعضيهم، وعلى الاقل ابني يعرف اخواته بدل ما يعيش لوحده في الدنيا. بس شاف ابنه عبير؟ وريتهوله والله العظيم مرتين. وريتهوله ازاي؟ وريتهوله قبل ما يتجوز بفتره وقال لي هوريك البنات. وريتهوله ازاي؟ قابلتيه؟ قابلته وريتهوله وقال لي عشان هوريك البنات. وبعد ما انا رحت وديته لانس يشوفه قال لي، وبقول له فين حبيبه وعفاف؟ قال لي انا عبيت عشان اجيبهم لك عشان تصوت وتلم عليا الناس، ما رضيش يجيبه. اتفقت انت وهو تتقابلوا؟ رحتي؟ كان انس عنده كام سنه؟ كان عنده كام شهر؟ كان عنده حوالي 6 شهور. اتصل عليكي وطلب منك كده؟ انا قلت له انا عايزه العيال وكده، قال لي طب انا نفسي اشوف الواد. قلت له حاضر. خدت ابني ورحت وقلت له طب هات حبيبه وعفاف معاك، قال لي ماشي. وبعد ما رحت ما جابهمش، ما رضيش يوريهم. ابني مرتين؟ طب ما جابلكيش البنات اول مره؟ رجع اتصل بيكي قالك عايز اشوف انس؟ والله نزلتي تاني؟ اه والله. وريتهولي الناس تقولي ده هياخدوا مني، قلت لهم لا، يمكن قلبه يحن ويجيب البنات وييجوا ويتربى مع بعضيهم، وما جايش. موضوع كده غريب، واخد البنتين، ولد في حته وبنتين في حته، ليه كده؟ عارف شو كل ولاده كدهوت يا مريم، كل ولاده كدهوت. يعني الولاده الاولانيه زعلها، قالت لي غضبني قبل الولاده. اه زعلها وسابها، جرينا وولدناها وعملت كارد انا سواء فايت النقل العام، بس ضغط ايه واخد عمل خفيف ما بطلعش بالاتوبيسات. فعملت كارد 5000 جنيه وولدتها وصرفته وعملت له اسبوع كارد. انا معايا شريط، شريط القبض اوريهولك. وعديت لها ليله وفرحتها ببنتها وتمام ومية مية. بعدها الناس اتلمت، تعالى نقعد نرجعها والحكايه والروايه. حاضر. وعندك اهي ومراتك اهي. ومراتك اهي. والناس قالوا صرفت ايه؟ قلت لهم انا صرفت قد كده. طب دي بنتك ومش بنتك، وقف وما تقفش اللي عايزين تقول. انا مش عايز حاجه. المهم دفعوا لي ساعتها 1000 جنيه، ما فيش مشاكل. خد يا روحت. قعدت ما كملتش والله، والله ما كملت. وجبت حياة معاك حكم تسليم صغير؟ اه. طلعيني. ألف سلامة، معلش تعبتك. الله يسلمك. ده التنفيذ. هم كذا ورقة محمد والختمة بتاع المختمة اللي هم الورقتين دول. ماشي. وعذر أقوم الصبح ألاقي قلعتها ازرق هنا زي الختم بتاع الناس كده اهو اسمها. طبعا انا واخد بعدين انا بعيط اكتر منها وحزين عليها ان انا اللي مربيهم. العيلين دولت انا اللي مربيهم. والله والله كانوا يمشوا معايا يدوا كذا، اللي يشاور عليه لو في جيبي ما فيش اللي في جيبي، وكتاب الله بجيبه افرتكهم اللي معايا. وعلى قلب زي العسل. واروح تاني يوم ممكن اروح الشغل، يا فلان خدت 20 جنيه 50 جنيه. انا شريط الارض بتاعها. انا قدمت اكتوب الارض في الثلاث والدات دول. شريط الارض اهوت يا جماعه. شوف انا بقبض قد ايه. انا الشغل وانا مشغله. ستر من عند ربنا. تعبت تعبت تعبت. انا ما بنامش. انا زعلان. انا مش عارف. انا هي انت مش قادر تجيب لي حق. مش يعني الكلام كلام بتقول لي كلام، وانت السبب ومش انت السبب والحكايه هي اللي مشيلاني ذنبك. قول لي انت السبب. انا بقول يعني قدامها انا ما فيش غير لك وخلاص. بي بي يعني هقول ايه؟ حظ الله ونعم الوكيل. كل واحده تقول انت مش عارفه تجيبهم ازاي؟ دي فلانه جابتهم، دي فلانه عملتهم، انت ازاي مش عارفه تجيب عيالك لحد دلوقتي؟ الواد عامل عليا بلطج هو واخوه. ازاي اتجوز على حد وانت ساكته؟ يعني برضه اعمل ايه؟ انت شويه اسمعي. بتقولي كلام زي السم. عايزه عيال اقعد اربيهم. انا الجوازه دي كانت منفصله قبل كده. ده متجوزه مرتين. الاخبار دي منين؟
سمعناها من الحته ده مطلعين علينا الكلام. وده سبب خراب بيتك؟ تعالي لي هنا بقى. يعني سبب خراب بيتك بسبب الست دي؟ هو قبل كده كلمته شفت يعني مع بيكلمها بقول له انت بتكلم مين وكده، انا ما بكلمش حد. وبعد كده لما بقيت اقلب في التليفون بقيت لا يعني اتصلت بيها. المهم اتخانقنا وبعد كده قال لي خلاص والله ما هكلمها تاني. جيت بقى لما خلاص غضبت المره دي بقى ما بيكلمها وبيروح يسيب العيال عندها وكده. يعني انت بقى الموضوع ما فيه ان كان هو بيعرف واحده تانيه عليك. وغير كده كانت مشاكل. حضرتك عايز ايه؟ انا عايز حاجه بنتي وعايز العيال وما يرضي الله وعايز يجي يشوفهم ولا في مكان عام وخلاص على كده وابعد عني ماليش دعوه بني. انت يا عبير عايزه ايه؟ عايزه حقي زي ما عمل فيك عامل فيك. هو بعدنا بعدنا بعدنا. هو لو بيشوفك دلوقتي تقول له ايه؟ قول له جيب العيال وكل واحد يروح لحاله وانت شفت حالك وادي عيالها وادينا حاجتنا وكل واحد يروح لحاله والله يسهل وربنا يسهله. لما هي بتنزل الشغل يا ابو نور بتنزل الشغل بيجي وراها وبهدله في الشارع. عايزه تقولي حاجه تاني يا عبير؟ نفسي في عيالي، نفسي اشوف عيالي عشان خاطر عيالي يشوف اخوهم بدل ما هو يبقى وحيد وهم برضه ما يعرفوش عنه حاجه ويبدل عنه. وبرضه ساعة ما نروح برضه الاسم برضه يعمل لنا برضه يعملوا لنا عدم تعارض ان كان هو ولا عشان هما الاثنين مع بعضين سامع وحسام اخوه. اخوه اتكلم يقول لك روح للناس رحنا للحاج ان شاء الله. وانا بقى لي كده سنتين ما شفتهمش وما اعرفش عنهم اي حاجه ولا عايشين ولا ميتين. بقول لهم انا ما سبتكمش ولا خدكم مني. هو حرمني منه. بيقول لهم امكم ماتت. بعيط اكتر منها وحزين عليها ان انا اللي مرضيهم.